الحياة موجودة حتى تكون حي، نعم، لكن هل يا ترى أنت حي فعلاً؟ ممكن تقول نعم أنا حي بجسم وعروق وروح وأنفاسي تصعد وتنزل، نعم، وماذا بعد؟ هل الحياة فقط أنفاس تصعد وتنزل؟ إذا كان المقياس بالحياة هكذا، فهذا الشخص اللي يدخل في غيبوبة وفقط قلبه ينبض أيضاً حي يعتبر. الحياة في مفهوم أهل البيت عليهم السلام تختلف. تعال معي نقرأ مقطع من مناجاة التائبين للإمام السجاد عليه السلام وبشكل يناسب فهمنا. يقول سلام الله عليه: وأمات قلبي عظيم جنايتي. الإنسان الغارق بالذنوب هو إنسان ميت القلب لا محال، لو مهما كان الإنسان يعيش بصحة جسمية، القلب إذا مات يموت الضمير، فلا تنتظر الخير منه بعد، ويموت عقله، فلا تنتظر منه يفكر بالحق والخير والشر أو يفكر حتى بحكمة، حتى إنهم ما راح يفهم فائدة وجوده في هذه الدنيا. إذن ما العمل كي نعيد للقلب حياته؟ نكمل باقي المناجات لنفهم الحل. يقول سلام الله عليه: وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. إذن أنت أيها الإنسان تحيا بمقدار طهارة قلبك وتقواك، وتموت بمقدار ذنوبك وابتعادك عن مصدر النور والرحمة والتوبة. ينقل في الأحاديث الشريفة أنه من أخلص لله 40 يوما أجر الله الحكمة على لسانه. إذن هناك ارتباط بين ترك الذنوب وكل ما هو مفيد حتى الحكمة. أيضا كن حي بالأثر الطيب الذي تتركه. الحياة ليست فقط مجرد أنفاس تصعد وتنزل. بعض الأحيان الإنسان يكون حي حتى بعد وفاته، مثل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قتلوه بالسيف مرة وبالتشويه مرات أخرى، وحاولوا محو اسمه من التاريخ، لكن بقى ذكر خالد. الإمام علي عليه السلام أراد لنا أن نكون أحياء، لأن القلب الحي يستوعب معنى النور والمعرفة والعلم. وطالما نادى سلوني قبل أن تفقدوني، أراد لنا أن نرتقي ونتكامل ونصل إلى أعلى هدف وهو رضا رب العالمين. أراد لنا القرب هناك حيث عالم النور والجلال والجمال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تقرب إلى الله تعالى، عندها ستفهم معنى أن يكون قلبك حيا، عندها سوف تشعر بمعنى الحياة أكثر وأكثر. اختر طريقك والقدر بيد الله، بيد من يريد لك الخير والسعادة. ادعوه ورح تغير مسار حياتك إن شاء الله، ممكن بساعة واحدة، بيوم واحد، بل بلحظة واحدة من التفكر، من التوجه إلى الله، ممكن تغير كل مسار حياتك، خاصة أن هناك أيام فيها الأجر يكون مضاعف، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ابدأ طريقك بدعوة صادقة ثم اسعى، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، قريب جدا ونحن من نبتعد.